هذا وقد أجرى التلفزيون المصري لقاء مع عدد من النواب بشأن مشروع قانون صندوق هيئة تنمية قناة السويس، حيث أكد النواب أن مكاسب هائلة ستعود على قناة السويس من إنشاء هذا الصندوق. الحقيقة بالفعل بنناقش النهاردة صندوق إنشاء قانون صندوق هيئة تنمية قناة السويس، وهو صندوق في غاية الأهمية من حيث الأهداف اللي كلها بتصب في تنمية موارد قناة السويس، جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمرفق قناة السويس. المرفق له ثقل لوجستي وتجاري عالي جدا، يمكن التطور أو التقدم خطوة بشكل خارج الصندوق بإنشاء هذا الصندوق، يمكن ده بيغنينا عن البيروقراطية اللي بيعاني منها المستثمر عادة، وده بيخلينا نقدم خطوة لقدام في جذب الاستثمارات أكتر. هو الهدف منه إنشاء صندوق سيادي اقتصادي لدعم هيئة قناة السويس ودعم المرفق وزيادة استثماراته، وهذا الصندوق يمثل الهيئة في صلاته بالغير، ونقدر يعني يعمل استثمار للإيرادات اللي جاية من هيئة قناة السويس. طبعا مفيش شك إن إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس دي هيئة أهم جدا، هي استراتيجية، يعني العوائد اللي بتيجي من الهيئة أو المكاسب اللي ممكن تحققها الهيئة بتعود بالنفع بشكل كبير جدا على الاقتصاد المصري. إن يتم إنشاء صندوق من شأنه دعم وتطوير المنظومة داخل الهيئة، دعم استثمارات الهيئة والمشاريع، أعتقد إن ده شيء هيكون هام جدا في صالح الاقتصاد المصري والهيئة.